مساء الخير عليكم جميعا. ان شاء الله النهارده هنرسم الوش زي ما وعدناكم، وتابعونا وما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير، ويلا بينا نتوكل على الله. بصوا يا جماعة، ان شاء الله هنبتدي مع بعض. هنعمل ايه؟ قبل كده قلنا هنعمل بيضة. ادي البيضة اهي، ما بنتكاش على القلم خالص، محدش يتك على القلم في اول الرسمة. وبعدين بنقسم، قلنا ثلاث تقسيمات، التقسيمة الاولى اهي، التقسيمة التانية اهي، التالتة اهي اللي هي بتاعت البق. الودان بتبقى هنا، تمام. هنيجي بقى للشعر، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الشعر هنا وليكن ما يكون، هناخده كده الجزئية دي كده، ودي هناخدها كده، ودي هناخدها كده، ودي نفس النظام من هنا اهي، ودي هناخدها دايرة كده. هنيجي من هنا الجزئية دي، السنتر اللي في النص بالظبط، هناخد الجزء ده كده، هنسيب الجزء دوت كده، هنعمل دايرة صغيرة كده اهو، هنسيب الجزء ده، هناخد الحاجب الأولاني. ممكن نعمله مستقيم، وممكن نعمله لافف، ممكن نعمله على حسب الشكل اللي ايه اللي قدامنا. يعني لو بترسم من صورة على حسب الشكل اللي قدامك، هناخد حاجب احنا كده اهو، ومن هنا هناخد حاجب تاني اهو، وبعدين هننزل نعمل العين، هنعمل العين التانية، بعدين هنيجي من هنا ناخد المناخير اهو، هننزل كده، هنلف دي ونعمل نقطة هنا، ونعمل نقطة هنا، ونلف دي. وبعدين هنا المفروض ان في حتة كده قبل البق، هناخد البق نعمل على شكل قلب بس مفتوح واسع، وبعدين هناخد دي كده. كده الوش اترسم، هيبقى فاضل عندنا ان احنا نلون. هناخد بقى التلوين بعد ما نقفل العين اهو، يلا بقى نلون. هناخد الحاجب تقيل، والحاجب التاني هناخده تقيل، هنيجي على النن هنا هيبقى في شغل بقى. نعمل العدسة اللي جوه غامقة أوي، وبعدين هنبتدي نطلع منها
زي أشعة كده، وبرضه نفس النظام ده نطلع منها أشعة اللي بره، هندخل منها أشعة مقابلة الأشعة التانية، هنا نفس النظام برضه هندخل أشعة عكس الأشعة، تمام. هنيجي ناخد ديت بتبقى راكبة على العين، دي اللحمية بتاعت اللينز اللي شرحنا قبل كده، تقل ونفس النظام هنا، زي ما شايفين كده لو قلنا المناخير على خفيف قوي، البق هنلون اللي تحت على خفيف، هناخد التقيل هناخد بيه النص ده، ناخد بيه اللي فوق، هناخد اللي أخف درجة، نغطيه نعمل بيه الداخل بتاع المناخير، هنخش على العين تاني، هنعمل ايه بقى في العين؟ هناخد الحواجب نبرد القلم بس ارفعه، ناخد الحاجب الرموش من تحت،
ناخد زي اللي فوق البوق، تنزل لبيت الوش، بعدين هنجيب ورقة المفروض ان ديت ما يبانش منها غير الودانة بس، عشان ده الشعر ينزل عليها. الناحية دي الودن باينة، الناحية دي مش هتبقى باينة. ده كده الشعر نازل هنا. نبتدي نلون الشعر. نيجي من هنا هنعكس، نعكس هنخلي في الحتة دي فيه نور. هنحدد الوش، هنحدد الودان،
تمام. هناخد بقى ظل مور، كده فاضل لنا الجزئية الأخيرة، الرقبة اللي نازلة من الوش، وننزل الودانة دي، هنزود بقى هنا شعر. خلصنا رسمة الوش، لو عجبتكم متنسوش بقى يا جماعة تتفاعلوا معانا إن شاء الله. طبعا الحلقة إن شاء الله تكون عجبتكم إن شاء الله، يعني إن شاء الله بقى ما ننساش بقى نشارك الحلقة ديت ونعمل لها لايك وشير وتفعيل الجرس. شكرا، سلام عليكم.